بعد أن كانت المساحة المزروعة بالقمح وصلت في العام 2019 إلى أكثر من 11 مليون طن من الأراضي المزروعة، والتي أسهمت في حصاد 6.4 مليون طن من القمح، المساحات المزروعة تراجعت إلى نحو 3 ملايين طن فقط هذا العام، وسط توقعات بتراجع الإنتاج إلى أقل من 3 ملايين طن، حيث أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية حاجة البلاد إلى شراء 5 ملايين طن من القمح خلال خطة العام المقبل 2023، وذلك بهدف سد الحاجة المحلية للبلاد منه، وذلك في أحدث تأكيد على تراجع معدلات الإنتاج العراقي من القمح. يأتي ذلك مشاهدينا مع مواصلة وزارة الزراعة فرض خطة الطوارئ، والتي خفضت فيها مساحة المناطق المزروعة إلى النصف، وحظرت زراعة أصناف معينة أخرى أبرزها الأرز، كما أغلقت عددا كبيرا من مزارع الأسماك، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة أن العراق بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة خلال عام 2023، فيما طمأنت بعدم استنفاذ الخزين المتوفر من الحنطة حتى الآن. وفي ظل انخفاض إيرادات المياه الواصلة إلى نهري دجلة والفرات، سواء من تركيا أو إيران أو من الأمطار أو من خلال تحويل مسارات عدة أنهار إلى العمق الإيراني، ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة؟ ولماذا كل هذا الصمت العراقي الرسمي المطبق حتى هذه اللحظة؟